لما بغيتش نبالغ يمكن المغرب كان البارح مباراليزي وكلشي كان البارح الشعر تاعو الاحمر والبيض بالوزادي وكلشي كان كيتسنى باش السابعه تكون ديال بالوزاد والسابعه ديال بن ديال بن الحمد لله ربي ما حشاش كان المغرب كتكامل شي البارح كلشي مبرونش كلشي مبرونش الاول السيد الوزير الاول اش نقول لك انا نعش في الجزائر ولا سنيت انا في الجزائر بكل صراحه ماشي على عيون السيربي على اسم الحب ديال الجزائريين لان السيربي كنعرفها عندها تاريخ عندها هذه لما كانش هذا المدرب كان مدرب اخر يعني ماشي انا اللي خلقت السيربي او السيربي اللي دات هذا الكاس ماشي الكاس الاول ديال الكاس السابع ولكن الحب ديال الجزائريين والتقدير والاحترام اللي حضيت به هنا اللي حضيت به اول مره ملي حطيت رجلي هنا هو اللي خلاني نستني مع السيربي ونقبل ديك الوضعيه اللي فيها وكذلك عشت المعاناه ديال السفر ديال المغرب وكنشوف الناس اللي كيبغي يمشي غير لوجده وعنده غير الساعه من الحدود كيخصو خمسه ولا سته سوايع من كازا لوجده وكنشوف كذلك المغاربه وكذلك الحب ديال الجزائري للمغاربه والمغاربه الجزائريين واللي عنده شك يجي من المغرب لهنا او يمشي من الجزائر ليه بالحس لهذا انا ماشي سياسي وما كنعرفش السياسه وبعيد على السياسه وما كنتمي حتى شي حزب ما كنتمي حتى شي حزب ديك الساعه انا ملي طلعت مصر للتويج وسلمت على معالي الوزير سلمت عليه قلت له معالي الوزير انا ماشي سياسي بغيت نطلبك واحد الطلب قال لي شنو هو؟ قلت له حلونا الحدود قال لي ان شاء الله يكون خير وبدا كيبدا هو كيبتسم هو واش قال لك واش قال لك قال لي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير راح نشوفوا الرساله تاع انصار شباب الجزائر لبادو زكي شوفوا معنا فيديو ولا تصور حضروا كيما شي مع بادو زكي سلم لنا على المغربي يا خويا يعطيه الصحه يا خويا شرفنا ديك ودار تاع الوزداد يا خويا طلع لنا العلم يعطيه الصحه 280 خويا هذه تريح له في التاريخ ان شاء الله وان شاء الله يا خويا الكاس الثامنه ان شاء الله يزيد يعاود يولي ان شاء الله كاس خطره ان شاء الله يجيب لنا الكاس الثامنه ان شاء الله. مادو زكي يا خويا صباح الخير عليك يا خويا ميرسي بوكو 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 يعني فتنا ريسانا ماكري كيما يقولوا حنا رانا حاجه معروفه في لافريك وفي الجيري مي نتايا يا خويا بيك نتايا يعني لو طون اللي جيت وخدمت وكذا ميم با نص عام الله يبارك انا رفدنا معك تيت نتمناو لك كل السعاده والخير مع لابتيت فامي ومع العائله تاعك وان شاء الله ربي يطول لك المشوار تاعك ان شاء الله وين تروح ان شاء الله تدي ان تيت ميرسي 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 بوكو. الصحه. برافو ان شاء الله في فيزي هذا الجمهور اللي اصر على انه يوجه لك رساله وهذا لو جورناليست اللي قام بهذا لاكوفيرتين سي لي شونتي تاعنا جو باتوي اش رايك في هذه الرساله سي باتوي؟ رساله جد مؤثره ومن طبيعه الحال نتمنى اللي جابني وكان سبب باش جيت اول مره للجزائر او للسيربي يكتب مره اخرى ان شاء الله وفي ظروف تكون احسن من هذه وتكون القاب كثيره نعم سي بعد الزكي اللي راح يتنقل غدا الى المغرب حنا نولوا نتكلموا عليه لكن في تصريحات اللاعبين اللي راح نشوفوهم تكلموا ايضا على الازمه اللي عاشها شباب هذا الموسم ازمه ماليه كبيره وفهم بوعزه كان حاضر معنا قبل اللقاء وقال لي حنا ما راح نستنى والو على بندازي الرئيس تاعنا ما وعدنا بوالو ما نستنى والو لكن هذا اللقاء راح يكون لقاء تاع رجال فوق الميدان لهذا البوبليك كيفاش انت كمدرب سيرت لاعبين خاصة في كأس الجمهورية بلا ما تكون هناك أموال في هذه الأزمة كيفاش كانت تسير تاعك سي بعدو الآن فزت بالكأس ممكن تكون تهضر لنا شوية وصعيب باش يمكن لي نصح لك لأن الأمور ملي كتقال ماشي بحال اللي كتعيشها ملي كتعيشها كتكون لا طونسيون كيكون الضغط كتكون الأمور اللي خصك تتعامل مع واحد الحكمة وتتعامل مع خصك توزن حتى المفردات تاعك لأن يمكن كلمة صغيرة تخسر لك الجو وكلمة صغيرة يمكن لا تكبر لك بالنسبة لي أنا من هذا المنبر كنحيي اللاعبين تاعي وبكل صراحة أولاد عائلة لأن الظروف اللي عشناها صح شيخ صح سيتي فوا فاسيل لانه عشنا مع فريق شباب الوزداد شفنا ان الظروف كانت صعيبه وصعبه جدا كوتش وكل اللاعبين شاهدوا على انه وقفت رجل واحد او كنت خلينا نقول لك كان اب للاعبين كنت اب للاعبين حتى يتجاوزوا هذه الفتره والحمد لله الا كان هذا التتويج هو الفضل الاول والاخر كيرجع للعابه اللي هما الممثلين الحقيقيين داخل الملعب هما اللي هداو التتويج للوزداد انا كان عندي واحد البورسنتاج اللي هو جد صغير بزاف لا ما عندكش واحد صغير لكن ماشي الحاجه اللي اثرت فيك التواضع هذا ما شاء الله على كل حال ماشي الحاجه اللي اثرت فيك هكذا سي الصعوبه تاع مع اللاعبين سي لي مومون ديفيسيل سي لا جوا وشي سي ديفيسيل لان بكل صراحه عشنا موسم صعيب وشاق الفريق عريق تشوف بان غادي يمكن له يمشي للدوزيام ديفيزيون المستحقات وكنعرفوا اللاعبين كيعيشوا من كره القدم غير المسائل ديال التنقل عندك مصاريف كي بغيتي انا انستوري اون لين دو كوندويت ديال النضيبه ديال لو ريسبي ديال عده مسائل اللي هي احترافيه كي بغيتي تطبق على ارض الواقع واللاعب محروم من انتقاله